كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. 10 minutes chrono. ايا غو بونجور خونا اسكندر. مرحبا بك سي امين، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا. قلنا احنا كل عاده واعطيناكم وعد وعهد انه كل مره ناخذوا جوار نشوفوه من الكوتي الاخر البعيد على الكوره. اليوم اخترنا نجم المنتخب الوطني التونسي، بصراحه واحد من افضل الملاعبين الموجودين في وسط الميدان، لاعب النجم الرياضي الساحلي امين بن عمر. محمد امين بن عمر حكينا معاه اليوم الصباح في برشا مواضيع بعيده على الكوره. محمد امين بن عمر، صباح النور خويا. صباح الخير اسكندر، شنحوالك انت؟ شنحوال سوسه؟ شنحوال طوال؟ والله الحمد لله لاباس، كل شيء لاباس. ان شاء الله ربي يحفظنا وربي يفرج علينا من هالوباء وربي يحفظ تونس كل ان شاء الله. امين خويا. اي اسمعني، محضر لك سؤالات بعاد شويه هكا على الكوره، سهلين ماهمش صعاب. اول سؤال خويا، هو سؤال ما عندوش علاقه بالعلم وكلها، سؤال سهل. اول حاجه محمد امين تشوفها في تليفونك تقوم منه؟ اول حاجه ما نحلش تليفوني تقوم منه. اول حاجه تعمل لك تقوم الصباح منه؟ والله نقول لك ثاني نقوم الصباح بكري نصلي. باه ممتاز، حاجه. السؤال الثانية، باش نمشي معاك للجغرافيا، شنو امورك في الجغرافيا؟ والله كنت نقرا لتر وما نسيت، طبعا عندي برشا 7 سنين ملي كملت القرايه مع سنة. هو السؤال في الجغرافيا وتابعك اعرف بلادك، قداش فما من ولايه في تونس؟ سهل برشا، 24 ولايه. هيك هو لتر وجغرافيا ما تنجم تجاوبني. حتى كان عندك برشا نسيت. قلت لك السؤالات مش صعب. اما سؤال اخر ساهل وفي دومينك هذا ان شاء الله، شوط بنتيات برك الله برشا نسوي. لا مش برشا، 4 ولا 5. 4 5 مرات ينجموا يعطيوك إجابة على السؤال هذا. نقطة ضربة الجزاء يا محمد أمين قداش بعيدة على الخط النهائي للمرمى؟ 900. زيد شوية. 9 10 أمتار. زيد شوية. 11 مبروك عليك. بعيدة أخوي، 11 المتر ولا ليه؟ بعيدة ولا تظهر قريبة في التربزة، تظهر قريبة ما تريز في البرسيوم تاع بينالتي حاجة أخرى. 11 متر تشوفه ما 11 كيلومتر تولي وقت والله. تردو فينال ولا حاجة هك. به هذا في الكورة أمورنا واضحة، في السياسة كما تونس الكل. إذا نقول لك أنا شكون رئيس مجلس النواب توا في تونس؟ رشدي غنوش. إي مليك الأمور واضحة. أنا قلت خلينا نشوف حاجة لعل نطيحوا في بيش. هذا السؤال الخامس، نتصور سؤال تعرفه أنت شوي. علاقتك بالموسيقى يا سيدي، شنو علاقتك بالموسيقى؟ والله شوية شوية مش برشا. أكثر حاجة تسمع؟ أكثر حاجة والله الغناء، ما نسمعش برشا غناء، ما توا فما الراب. الغناء الزمني نقولوا احنا، ليه ما عندكش معنا برشا طرب؟ نسمع كل شيء. انا باش نعطيك اسم فنانه باش تقول لي شكون. اوكي، من هي؟ فاطمه بنت الشيخ المؤذن ابراهيم السيد البلتاجي. اسمها فاطمه. حاب نعاود لك؟ عاود. هي الاسم الحقيقي نتاعها الفنانه هذه، سورمو عندها اسم فني، لكن الاسم الحقيقي نتاعها فاطمه بنت الشيخ المؤذن ابراهيم السيد البلتاجي. سيدة نعمة الله يرحمها. لا لا، نقول لك انت نسهل لك، ماهيش تونسي. فيروز. لا، نقول لك سيدة الغناء العربي، هاني سهلت لك برش. جزائرية دي. وردة. وردة الجزائرية. نزيد نسهل لك أكثر، فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي يعيطولها كوكب الشرق. كوكب الشرق، يا ربي يا ربي، والله مجد الرومي. الأطلال بالشرق، يا ربي والله نسمع بها. ما نسيت شكون. نعرس ما نعرس بالحق ما نعرس. الحب كله، أعطيني الاسم. الحب كله حبيته فيك. صحيت هي ذيك، شكون تغني فيها؟ نسيت شكون. يا ربي يا ربي، أكثر مغني ولا مطربة معروفة مم على مر التاريخ، مصرية. تفكرني، أعطيني الاسم. باش تضحك نقول لك الإجابة. أعطيني الاسم لو قلت حرف لو. ألف. تفكرني والله لا نعرف. يا سيدي هابش نقول لك، أنت أخويا أحكم على روحك بعد ذي كل. أم كلثوم. أم كلثوم. ديما نسمعها راهو. إي ذيك المشكلة فيها، أنا في بالي تسمع، تحبش تغنينا زاد على الأقل تغطينا الشيء اللي عملته الكل، تحبش تعوض غنينا أخويا مقطع من المقاطع. الحب كله حبيته فيك. يا حافظها الأغنية كاملة، يعطيك الصحة محمد أمين. بارك الله فيك. أنت نحب من عندك أنت كلمة، فما وليدات ماشيين يقرأوا، فما ناس ماشيين تخدم على الرواح، الكل تسمع فيك تو في طريقة، قصدي ربي ما عرفتش كنت حاب تقول لهم كلمة هكا الصباح. والله لازمنا نسمعوا معناها الكلام ونطبقوا، سيرتو نلبسوا البافيت ونعملوا الجيل ونبعدوا على بعضنا الناس الكل. بريود صعيبة وإن شاء الله على قريب تتعدى، تحفظوا على رواحنا وسيرتو الكبار، ماك تعرف حساسين برشا. إن شاء الله ربي يحفظ تونس الكل وإن شاء الله ربي يفرج علينا. امين يا ربي. نحب تصفيق على محمد امين بن عمر، والله يعطي الصحه، قداش سمباتيك يعمل كيف. اي محلام والله محلام، معناتها مش مشكل. ام كلثوم معناتها عندها برشا غني امون معناتها غنيتهم،
عندها بابير اب، عندها غازولينا. انت كا والله محلي سمباتي كنت يعطيك صحه اسكندر. صباح باهي موجات ايجابيه، صباح لو طون اللي واحد يبدا ماشي للخدمه باهي.